صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إلى حضرة سيدنا سادنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خاصة إلى رئيسنا قطب الأبطال فرد الأحباب محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله وسلم الذي ثم إلى رئيسنا وشيخنا أبي اللباس بن نعيم بن ملكان خلق رئيس السلام ثم إلى رئيسنا وشيخنا قطبنا كلندر ولي الله قدس الله وسلم الذي ثم إلى رئيسنا وشيخنا قطبنا سكندر ولي الله قدس الله وسلم الذي ثم إلى أرواح مشايخنا وصاداتنا كلهم أجمعين خاصة إلى روحي سيدنا وشيخنا وغوثنا سيد حلاج المنصوري قدس الله سبحانه العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم يدبر قوما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسلام عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بما قبلت بوجه كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نفسنا وفي إيمان مبين وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فاستثنى بذلك ما قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء لكم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا قد طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن كنتم أن تبقوا مسرفون وجاء من خصم المدينة رجل إسلام قال يا قوم نبي المرسلين نبي من لا يسرق مجرم وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة لا يغفر الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يقنطون إني إذا كان في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانوا بلا سيد واحد فإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول الله كان فيه يستهزئون ألم يراكم أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ليأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها من العيون ليأكل من ثمرهم وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الليل أسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك القدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نزلوا مغلقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وطاعة إلهيهم وإذا قيل لهم اتقوا الله إليكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية إلا آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم اكفروا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ولتكفروا الذي شرعه الله الكعبة إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقول سمتى آية ربكم الصادقين ما ينظرون إلى صفية واحدة تأخذ وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولو كانوا يسلمون إلى أهل الكتاب ولا رجل يسلمون
قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفلك هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم يا رب لهم ما يدعون سلام قال من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المسلمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على خيرهم وقدمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط ومن ما يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم مستدار رضي ولا يرجعون ومن عملهم لكم في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشر وما قدرنا من الذي يبطل عن المبين لنذر من كان حيا حقا وعلى الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم بما عملت ايدينا نعمل فهم لها مالكون وخلقناها لهم منها لكم ومنها ياكلون ولهم فيها نقد وسائل فلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم يسترون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم منهم محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لهم امره تخلص خلقه قال من يحيي العظام وهي رقيق من يحيي الذي يجرى ولا مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء اليه ترجعون رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله وحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيبي
يا نبي سلام عليكم، يا صديق سلام عليكم، يا عمر سلام عليكم، يا عثمان سلام عليكم، سلام دوام وفوز ولي لمن زار رولي ولي علي وفطن علوا جميع البلي سكندر وشيخ كالندر ولي مذاب يصاري شرابا صفا بقربين فرب ونفل نقى فناء الفناء عليه رقى سكندر وشيخ كالندر ولي خراسان مشى ما اشتهر وصار بلاد النفع الورى هم المرشدان عديم الميرا سكندر وشيخ كالندر ولي نزيلين سيران عاشا لما حب الله ضعف المنون كما جرى قول طه صريح سما سكندر وشيخ كالندر ولي هني علي أرض حبس البهر نصيب نجاه لدر به وزير الذهب لمن لا ذهب سكندر وشيخ كالندر ولي يا ومن أتى الناس جمع الغفير لدار له مع نظر كثير فنالوا لباداته بالوطير سكندر وشيخ كالندر ولي فينبع جدواهم الفجر عميم على الناس حقا جرى وشقد القبول لديه جرى سكندر وشيخ كالندر ولي وليسر قد هات النار جيل بقرب لروضه ما بالجمال طابت هول في فتح عديم الكفير سكندر وشيخ كالندر ولي كذا كان طيا بليل تمام صبيحا مدى الناس ذاك المقام إذا نزلوه لشطر السلام سكندر وشيخ كالندر ولي وديكا وديكا قتيل النظر خفاء
لما دعاه وكيل القبور سكندر وشيخ قلندر ولي إذا صرخ ببطنه بالفصاح وعلم الخلائق بهذا النيا فقامت لها سكندر وشيخ قلندر ولي وعن حصر أوصافهم بالنقول لقد ضاق منها علوم الفحول حوم البارع الأولياء بالشمول سكندر وشيخ قلندر ولي بفيض الهدى فؤاد الصدى صفي عدتي مغيثي دوما لدى شدتي سكندر وشيخ قلندر ولي ملاذ العبيد ومعنى المنى وكهف الله في أحرز الدنى وأخرى وذخرى يا يوم المعنى سكندر وشيخ قلندر ولي معيري يكون ليوم التنار بصرف الأذار وكيد الحصار مفيضي يدوما زلال الرشاد سكندر وشيخ قلندر ولي ذريعا مني أغياثا إذا تقاربت يوما لحق الأذى سراجا منيرا لخلد القضى سكندر وشيخ قلندر ولي فروح وقلب هواكم بلا شوبتي وجود بصول بلا خيبتي سكندر وشيخ قلندر ولي وجود أيادي ألقى فيك لمن بعد ملت أتى بك لإسعى سكندر وشيخ قلندر ولي خصوصا لأحمد عبيد الذليل هو ابن محبر خبير جليل تسمى بوسم في دبن الخليل سكندر وشيخ قلندر ولي فحاشاكما يا خيب المنى لهذا الهفا في أسير الدنى تلاشى عيونا بدار الفنى سكندر وشيخ قلندر ولي فيا رب يسر أمور بجا طه النبي خير خلق لدى عبيدا به ومنير دجى سكندر وشيخ قلندر ولي ومحيي الدين كثير النبات فسدد ديلان على دلال وفي لها هذين أهل الكمال سكندر وشيخ قلندر ولي فصل وسلم على طابة شفيع العصاة بيوم الحساب مع الآل والصحب آل النجاب
وسيكل دوا شيخا قلندر ولي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا وعفونا يا كريم يا رحيم آمين. يا مطلوب يا مقصود يا موجود يا ذا الجلال والإكرام آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد به القرب وصلى به الحوائج وسنار به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيد كل معلوم لك اللهم اصل وبلغ صواب ما قرأنا من كلامك الذي هدية واصلة ورحمة نازلة ورحمة شاملة ورحمة كاملة منا إلى ذات روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين آمين. وإلى أرواح أهل بيت رسول الله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين آمين. وصحابه وتابعين وتابعي التابعين وأئمة المسلمين آمين. وإلى أرواح مشايخنا الكرام كلهم أجمعين آمين. وخاصة إلى روح سيدنا وشيخنا قطبنا قطب الأبطار فضل الأحباب آمين. بيرانا بيد السكي شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله وسلم العزيز إلى عرسينا وشيخنا باللباس بلياء بن ملكان خلر ليه عليه الصلاة والسلام ثم إلى رئيس سيدنا وشيخنا سيد حلاج المنصوري قدس الله وسلم العزيز اللهم خاصة يا سيدنا وشيخنا قطبنا غوثنا صاحب هذا المقام اللجل سيدنا كلندر ولي الله قدس الله وسلم العزيز إلى رئيس سيدنا وشيخنا وقطبنا غوثنا شكندر ولي الله قدس الله وسلم العزيز إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمات آمين منهم آمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. ربي الرحمن يمكن كتن قريغلي مني فايا آمين تايل ديرولي كتن قريغلي مني فايا آمين كارو نغنر قلو قلن برند قلن برما سغل مكروني كتن قريغلي مني فايا آمين سنغيان شعبان ودي مولد تليم നിശുഷമാണ് നിഗ്രഭരാണത്തുടിയ നാളിലേയല്ല ഉന്നടത്തിലേ കയ്യേന്തിക്കോ നമ്മൾ നോട്ടിരിക്കുന്ന നോൺപുകളെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങളെയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉണക്ക വഴിപാടുകളെയും എങ്കിലും നന്ദി ഏറ്റുക്കൊള്ളുവായാക നായനെയല്ല നോൺപാളികളാക ഉന്നടത്തിലേ ഇന്ന പുണിത സന്നിധിയിൽ നിന്ന് കയ്യേന്തി കേൾക്കിറോം യാള്ള ഇന്ന നന്നാളിലേ നീ യാരുടെ പേരുകളെയെല്ലാം നരകത്തിലിരുന്ന് വിടുതലയാക്കിയിരിക്കറായോ അവരുടെ പേരുകളിൽ എങ്കിൽ പേരുകളെയും യാരുടെ പേരുകളെ എല്ലാം സുവർണവാദികൾ പട്ടികയിലെ ചേർത്ത് വിട്ടിരിക്കായോ അവരുടെ പേരുകളിലെ എങ്കിൽ പേരുകളെയും പൊറിച്ചു വിടുവായമലുകളെ കൊണ്ട് യാരുടെ ആയുളെ എല്ലാം നീളമാക്കിയിരിക്കായോ അത് ആയുൾ നീളമാക്കപ്പെട്ട അടിയാറുകളിലെ എങ്കിൽ അനേവരെയും ആക്കി വയ്പ്പായാണ് സമ്പാദ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് യാരുടെ ഇരണങ്ങളെ എല്ലാം വിസ്തീർണപ്പെടുത്തിയിരിക്കായോ അത്തുണൈ മക്കളുടെ പേരുകളോട് എങ്ങളെയും ചേർത്ത് വയ്പ്പായാക ഇത് ഉലകത്തിലെ ഏർപ്പെടവിരിക്കുന്ന ആപത്തുക്കൾ ആഹത്തുക്കൾ നോയിനൊമ്പലങ്ങൾ മലായ് മുസീബത്തുക്കൾ അത്തനെയും വിട്ടും തടുക്കപ്പെട്ട മക്കൾ കൂട്ടത്തിലെ അനേവരെയും മാറ്റിയാൽ ഹലാലാണ് ഹാജത്തുക്കൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ട മക്കളാകെയും അനേവരെയും മാറ്റിയാൽ ഈമാനോട് വാണ്ട് തോപ്പാവോട് വർണ്ണിക്ക കൂടിയ ഭാഗ്യത്തെയും അനേവരക്കും തന്തരുവായാഹ സക്രാത്തുടിയ വേദനയെ വിട്ട് എങ്കിൽ അനേവരെയും പാതുകാത്തരുവായുടിയ ഉമ്രാവുടിയ ഭാഗ്യത്തെ പലതലവൈകൾ ശേഖര ഭാഗ്യത്തെയും അനേവരക്കും തന്തരുവായ നബികൾ നായകം സ്വന്തമാണ് കൂട്ടത്തിലെ എങ്കിൽ അനേവരെയും സേതുവയ്പ്പായാകും
முன்னும் பின்னும் வலவும் இடமும் மேலும் கீழுமாக அறு திசையிலும் மலக்குமார்களைக் கொண்டு எங்கள் அனைவரையும் பலப்படுத்தி பாதுகாப்பாயாக. எங்களுக்கு ஏற்படவிருக்கிற கஷ்ட துன்ப துயரங்கள் பலாய் முசீபத்துக்களை எங்களை விட்டு அகற்றி வைப்பாயாக. நாடிய நாட்டங்களையும் தேடிய தட்டங்களையும் எண்ணங்கள் ஆஜத்துக்கள் முராதுகளையும் நிறைவேற்றி தந்தொள்ள புரிவாயாக. அப்பே ரஹமானே, இந்த இடத்திலே யாரெல்லாம் ஒன்று கூடி இந்த சந்நிதியிலே கையை மீறுகிறோமோ எங்கள் அனைவருடைய துவாக்களையும் கபூல் செய்வாயாக. யார் யாரெல்லாம் எங்களிடத்திலே துவாக்கள் செய்யும்படி வசியத்துக்கள் செய்திருக்கிறார்களோ அத்தனை பேருடைய துவாக்களையும் நாட்டு திட்டங்களை நிறைவேற்றி வைப்பாயாக. இந்த புனிதமான நாளிலே, புனிதமான தளத்திலே, புனிதமான நேரத்திலே எங்கள் பிரார்த்தனையை கபூல் செய்வாயாக. اللهم زد لهم شرفنا على شرفهم وكرامتنا على كرامتهم وجدك يا ارحم الراحمين. اللهم قل لحاجاتنا واشف امراضنا يا قاضي الحاجات ويا شافي الامراض يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا. ربنا رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.
لك. آمين. آمين بفضل سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم اطلب من سلم مثل ثواب ما قرانا وهدي هدي التواصل الى حضره نبي المصطفى وسلم الجدماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم الى ارواح سائر الانبياء والاولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خاصه الى روحي إلى أرزان أما قدس الله سرح العزيز. اللهم زد لهم شرفنا على شرفهم وكرامتنا على كرامتهم لديك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بعلمهم وأنوارهم وأسرارهم يا أرحم الراحمين. اللهم قضي حاجاتنا وحاجات آبائنا وحاجات أساتذتنا وحاجات من أوصانا بالدعاء قالوا الحاجات. اللهم اشف أمراضنا وأمراض آبائنا وأمراض أساتذتنا وأمراض من أوصانا بالدعاء شافي الأمراض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا. ربنا ارحمنا ربنا صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. آمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل بسم الله الرحمن الرحيم.